السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. اذا الموضوع اليوم راح نتكلموا على المقابله المهمه والمهمه جدا للمنتخب الوطني الجزائري لاقل من 20 سنه ضد المنتخب المغربي في البطوله العربيه للشباب في مصر في الدور الربع النهائي. اذا مقابله مصيريه، مقابله خروج المغلوب. اذا المنتخب المغربي يمتلك مجموعه ممتازه. المنتخب المغربي فاز في كل مقابلاته الثلاثة وبنتائج ثقيلة بالخماسيات والسداسيات والرباعيات. إذن المنتخب هذا يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين سواء المحترفين أو ليلعبوا في البطولة المحلية المغربية. فيه لاعبين من الرجاء البيضاوي، فيه لاعبين من نهضة بركان، فيه لاعبين من فيه لاعبين محترفين في أجاكس، في إندهوفن، في أجاكس، في إندهوفن، في أيضا في فرانكفورت، في غانك البلجيكي، في ميلويل الإنجليزي، يعني خليط. أيضا لا ننسى الأكاديمية، أكاديمية محمد السادس. هذه الأكاديمية يشرف عليها كبار مدربين في المغرب، فيها تكوين مستوى عالي من أحسن الأكاديميات إن صح القول في إفريقيا. هذه الأكاديمية دائما تخرج لاعبين مستوى عالي. هذه الأكاديمية سياستها واضحة، سياسة تكوين لاعب مغربي للمستقبل وليس خدمة مصالح خاصة، عكس ما كنا احنا عندنا أكاديمية خاصة نستعملوا فيها مصالحنا الخاصة. إذا عكس أربع سنوات اللي فوتناها مع الاتحادية السابقة عندها مصالحها الخاصة، بيع أكبر عدد من اللاعبين الأكاديمية وتسويقهم على حساب المنتخب الوطني، كما تكلمنا سابقا السباعيات والثمانيات والعشاريات من اللاعبين اللي من الأكاديمية في المنتخب الوطني، كأن هذه الجزائر لا يوجد فيها لاعب. كذا كموضوع بين قوسين، ما يهمنا المنتخب الوطني. المنتخب الوطني في المقابلة الأولى مع موريتانيا فاز بصعوبة نتيجة تكتل منتخب موريتانيا وعدم وجود حلول وآليات لاختراق الدفاع الموريتاني بسبب الطريقة التي ليست معروفة، لا خطة لا منهجية معينة، لا طريقة لعب، لا خطة معروفة ولا استراتيجية معينة انتهجها المدرب. المقابلة الثانية مقابلة مصر، رغم أن اللاعبين أدوا مقابلة ولا أروع، لكن للأسف لا نملك فكر تكتيكي أو نهج تكتيكي، يعني نلعب بدون خطة. المقابلة الثالثة اللي كانت صراحة كانت مقابلة ثالثة، شوط أول كارثي بأتم معنى الكلمة، بعد أنه إبعاد الخماسي خاصة منهم ثنائي آدم دوغي وآيت عامر، هذم اللي حركوا وينشطوا القاطرة الأمامية، تم إخراجهم وتركهم في الاحتياط، وبالتالي خرجنا بهدفين لصفر، يعني كنا قادرين نخسروا بأربع أو بخمس أهداف لصفر في شوط واحد. الشوط الثاني بعد دخول هذم الثنائي وبعد بعض التغييرات المنتخب انتعش وقدرنا نرجعوا في التعادل في الرمق الأخير من المقابلة، وبالتالي التأهل. لا يجب أن نستخلصه من المقابلة الثلاث، أنه لا يوجد فكر تكتيكي، لا يوجد نهج تكتيكي معين، لا توجد خطة نتبعها. كان ناخب وطني سابق عنده لاعبين ومجموعة من اللاعبين في تقريبا كلهم من البطولة، وما عندوش وقت كثير معاهم وما كانش تربصات كثيرة معاهم، هو أندري بيير شورمان. أندري بيير شورمان مشى بطريقة معينة ونجح بها، وصل للنهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة. وش هو الفكر؟ أني نغلق المساحات على الخصوم، مادام أنايا جديد وما عنديش مدة طويلة مع اللاعبين وما نقدرش نبني خطط وطريقة لعب ولعب جماعي لأن الوقت ضيق. ماذا فعل أندري بيير شورمان؟ أندري بيير شورمان أغلق كل المساحات واعتمد على الهجمة المضادة والكونتر أتاك، وبالفعل أتت أكلها ونجحنا بها ووصلنا للنهائي. هذه الخطة تنجح لما يكون عندك وقت قصير وما عندكش وقت كافي وما عندكش تربصات كثيرة، تقدر تنتهج هذه الخطة وتمشي معك. انك نغلق المساحات، نسكر وسط الميدان الدفاع، نسكر المساحات الأجنحة، ندير لو كوفرتير،
نغلق على المنافس، وبالتالي المنافس لما نغلق عليه نلعب له الا بالهجمات المضاده السريعه، نخلي زوج يلعبوا غير لي كونتر اتاك ويكونوا عندهم يمتازوا بالسرعه. هذه الفكره نجحت مع اندري بيير شورمان. بيير شورمان نجحت معه، وصلنا لا فينال، خسرنا بصعوبه مع نيجيريا، وبعدها وصلنا النهائي وتاهلنا للالعاب الاولمبيه. لكن انايا في ثلاث مقابلات على الاقل، مقابله المنتخب المصري بلد المنظم، كنت قادر نغلق اللعب، يعني كمدرب، هذا فكر مدرب، كان قادر يغلق اللعب ويعتمد على الهجمات المضاده ضد المنتخب المصري، لكن ما لعبش بالطريقه هذه. ويتحجج المدرب الان انه ما عندوش، عنده ضيق الوقت وما عندوش مده طويله مع اللاعبين. انا كمدرب كاين حاجه من الزوج، انا لو جيت انا المدرب عندي شيئين من الزوج، يا اما نمشي بطريقه اندري بيير شورمان ونغلق اللعب ونلعب الهجمات المضاده، يا اما استقيل ونقول لهم انا هذه المسؤوليه، ما نتحملش مسؤوليه انا هزائم ولا خسائر، لان المنتخب حديث النشاه، ما نتحملش انا المسؤوليه. وكان ما حد ما يلوم المدرب، واحد ما يقدر يلوم المدرب. لكن ما دام انت تحملت المسؤوليه، اذا بقات لك الا طريقه واحده، انك تغلق اللعب وتلعب الهجمات المضاده. حبيت تلعب التيكي تاكا، التيكي تاكا لازمت لك وقت وميكانيزمات باش تبنيها، واليات تبنيها مع اللاعبين. هذه الميكانيزمات باش تبنيها لازمت لك وقت. انت تقول ما عنديش الوقت، اذا عندك حل انك تغلق اللعب. هذه رسالتي للمدرب. اذا مقابله المغرب عندهم هجوم كاسح، عندهم طريقه لعب، عندهم هويه، عندهم بلون دو جو، عندهم خطه باينه، عندهم مدرب يخدم معاهم لمده طويله، عندهم لاعبين متكونين مليح، يعني عندهم كل مقومات النجاح. انا لو جيت نقابل المغرب نغلق اللعب ونلعب لي كونتر اتاك، مش عيب، مش عيب. ايطاليا دات كاس العالم غلقان اللعب، مش عيب، مش عيب، مش عيب. هذا هو الطريقه اللي لازمتك تكون، ما نقولوش تكون حيلي ولا تدبر راسك، لازمتك تدبر راسك، ما تخليش ثغرات، ما تخليش مساحات للخصم، لان المغرب لو تخلي له مساحات باينه، الامور باينه واضحه وضوح الشمس، راح يسجل لك. اذا المنتخب الوطني نتمنى ان شاء الله انه يغلق المساحات جيدا، يغلق، ما يخليش مثل ما شفنا في المقابله تاع النيجر، وسط الميدان شوارع شوارع، الى خلينا مساحات هذه خليناها للمغرب اكيد راح تكون خساره هذه 200%. اذا لازم نغلق اللعب. ان شاء الله تتبقى هذه مقابله ديربي، الديربي هذا قادر ينتهي بجزئيات مخالفة، ركنية، هجمة مضادة، كونتر اتاك، خطأ، ضربة جزاء، يعني كل شيء وارد. ولو فقط نتمنى برك فقط انه المنتخب يلعب مسكر، ما يخليش المساحات فقط للادفيرسير، ما يخليش المساحات للخصم. الا خلينا مساحات ما نلومو الا انفسنا، ما نلومو الا انفسنا. مقابلة صعبة على الساعة السابعة بتوقيت الجزائر. القنوات كما قلت لكم خوتي او ان تايم سبور هي المالك الحصري للمقابله، للدور، البطوله هذه. ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني، ان شاء الله اللاعبين يديروا العزيمه والقلب باش يتاهلوا للنصف النهائي. مقابله ديربي، كل شيء فيها ورد، كل شيء فيها ورد. اذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.